بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج. كان آية الله السيد محمد رضا الشيرازي المقدس قدست روحه الزكية كان يجلس بعد صلاة الظهرين لقراءة زيارة عاشوراء ويطلب أن لا يدخل عليه أحد، يصف رجليه ويشرع بالزيارة. وعندما سئل: لماذا أيها السيد تختار هذا الوقت لزيارة عاشوراء؟ لماذا ليس الفجر أو قبل النوم مثلا؟ فقال: إن مولانا وسيدنا سيد الشهداء صلوات الله تعالى عليه قد استشهد في هذا الوقت. فكانت جميع الحوائج تقضى عن طريق زيارة عاشوراء وعن طريق هذا الوقت. فجرب ولا تشك. برنامج صباحات ولائية، أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.